ما بعرفش اعوم، هتعلم العوم في ساعتين؟ مضطر يركب الصعب، بس انا اسمع ان في عومتين سهلين قوي. ايه هم؟ فراشه والكلاب. يا عم ما بعرفش، ما بعرفش. يعني تعوم ولا تتسجن؟ هو انت لازم اختياراتك يبقى فيها حاجات كلها وحشه، يا اما اغرق يا اما تسجن. لا تعوم تتسجن. انت ما سمعتش سيد الكوا بيقول لك قلت امبارح ما جانيش نوم واحنا لسه في اول يوم قبل ما ترميني في بحورك، قبل ما ترميني في بحورك مش كنت تعلمني لو ادي قلتها يا فروسة. اه والله صدق. طب بقول لك ايه، انت مش قلت لي ان هي كانت جارتك في العماره؟ اه جارتي طبعا. طب ما تشوف لي بقى واحده تانية في العماره برضو، بس تكون بقى ابلي مش بحري. لا في نفس السن مش هتلاقي، لان كل البنات الصغيره خلعوا. في اقل سن 67 سنه. ارامل ماشي معاك؟ يلا انا جاهز. 67 ايه؟ طب اعمل ايه انا دلوقتي؟ اشتري مايوه وعوامه وتعوم كلاب. على فكره انا مبسوطه بيك قوي، انت بقالك لحد دلوقتي 46 دقيقه و15 ثانيه. بالنسبه لاول يوم رائع، وعشان اكون لطيفه معاك انا هخلي النهارده 6 ساعات بس. لا لا حرام عليكي، 6 ساعات كمان حرام عليك. الفترة اللي فاتت دي كلها لا أكل ولا شرب ولا كلام. ده بس ما ينفعش تزوم بالشكل ده، وبعدين مفيش أكل خالص غير بعد التدريب. أنت عارف اليوجا دي بتعمل إيه؟ بتعلي طاقتك، تخلي الناس اللي أنت عايز منهم الضرايب اللي عليهم يدفعوها لك، كمان بتعلي حيويتك، حاجات كتير حلوة أوي. تعلي حيويتي؟ ده هتعلي لي الضغط يا أختي، هتعلي لي الضغط يا أختي. انا جعان جعان. هنبدا تاني. يلا عمزل ايه ده؟ أيوة. اكل اهو بس اكل ايه يا حضرتك؟ هو في حاجه؟ مجنون بس من ايه؟ اهي فخده اهي فخده. مفيش اكل غير بعد التمرين. ايه ده؟ في ايه؟ انت عملت فيه ايه؟ عايز ايه؟ الحساب 750 جنيه. نعم ليه؟ عشان ايه ان شاء الله؟ الطلبات الاكسترا اللي حضرتك طلبتيها. اوكي بس انا مش هدفع دلوقتي. لا مادموزيل فريده قالت لي الحساب قبل شيك اوت. يعني مش فاهم يعني ايه شيك اوت، بس هو انت لازم تحاسبي قبليه. انا مش هعمل تشيك اوت دلوقتي، انا لسه همد يومين. لا مادموزيل فريده قالت لي مش هينفع تمدي عشان في 3 جروبات جايين. يعني ايه؟ هتطلعوني من اوضتي مثلا؟ مادموزيل فريده قالت لي واضح ان انت ومادموزيل فريده بتاعتك دي قدام قوي. يعني ايه؟ ايه الجديد يعني؟ الجديد ان انا خطيبه صاحب الاوتيل. خطيبته؟ مادموزيل فريده ما قالتليش. اكل يا يا سيدي سيبه، يا سيدي سيبه الحاجه. انت مجنون انت؟ هو مالك؟ ملح وفلفل، ملح وفلفل. اتصرفي يا حاجه. اكل يا عم. ولا مش هسيبك، مش هسيبك تمشي يا سعيد. ايه يعني ما بتاخدش تبس؟ عادي يا عم، ما انا ما بقبضش. بكره هنقبض يا سعيد، وانت هتاخد تبس، وانا هتجوز فريده، وهتيجي ترقص لي فرح يا سعيد. طب والله العظيم ما هسيبك تمشي غير لما ترقص لي فرح يا سعيد. هرقص لك يا عم الحاج، بس سيبني امشي من هنا. سيبني يا ادهم. مش هسيبك يعني مش هسيبك، بس انا مش قادر افهم هي الشنطة دي خفيفة كده ليه؟ ما فيهاش غير الترنجس وده اللي حيلتي. رايح اغيره. انت رايح تغير؟ مش هتمشي من الاوتيل؟ لا لا خالص. يا تافه، 3 ثواني، 3 ثواني الاقيك في الريسبشن قدامي، فاهم ولا لا؟ مستر فارس هيبهدلك. حاضر. ايه مستر فارس؟ لا بقول لك ايه؟ 3 ثواني ونختفي احنا الاثنين من هنا لحسن. حسن باشا جاي. حسن باشا؟ اعمل نفسك من المالديف. حاضر. اعمل نفسك من المالديف. يلا بينا. From here on there's a reception. Yes. Yes, thank you. Yes. اهلا اهلا حبايب قلبي منورين. انا لسه بجيب لك سيره مين؟ مستر فارس. يا غبي يا غبي، لسه جايب لك سيره مين؟ حسن باشا. ايه الغيبه دي؟ اهديني يا جيت يا سيدي قلت اسال. ايه مش تسال عليا؟ معلش يا فندم، مشاغل الريسبشن بقى حضرتك عارف. بس على فكره انا عرفت اللي انت جاي. حسيت لان الشماسي كده فتحت لوحدها والورد كده ظهر. منورنا يا فندم، والله منورنا. قامه سعيده يا فندم. يلا سعيد. تعالى. حاضر فندم. اصل انا كده يا اولاد بصراحه ما اخبيش عليكم، يعني مطلوب مني شويه تحريات على الناس الشغاله في الغردقه، فقلت ابدا بيكم. بتفائل بيكم بصراحه. شرف لينا يا فندم، شرف لينا. بالمناسبه كده، هو انتوا كنتوا شغالين قبل ما تيجوا هنا؟ انا كنت ابن ناس يا فندم. ابن ناس؟ ابن ناس جدا. وانت؟ واحد من الناس يا باشا. وابن الناس كان بيعمل ايه؟ انا كنت فندم بلعب جولف في نادي الصيد. جولف في نادي الصيد؟ ايوه. ازاي؟ حضرتك انت عارف يا فندم انت هناك لازم تنشن على حاجه، فانا كنت بنشن الجولف في الحفره. رمايه يعني. رمايه. يا فندم. وانت كنت بتعمل ايه؟ انا كنت بلم كور الجولف واغير له الطلق يا فندم. بيغير الطلق عشان يا فندم الكره لما كانت بتطير في الهواء انا كان معايا بندقيه، كنت بنشن على الكوره عشان الكره تقع في الحفره يا فندم. معلش ولد غشيم، بس انا بعد كده سايب عليا واخدته معايا في طريق السياحه.
ها ميرسي جدا يا مستر ادم انك انقذتني من اللي انا كنت فيه. يا ولد ما تقولش كده، ما تبص ايدي. لا لا ازاي، يلا بينا. تعالى. حاضر يا فندم. نادي الصيد. ايوه يا فندم. طب نادي الصيد ده ما بيفكركش بحاجه؟ البندقيه الرش. صلي على رسول الله. لا بنشهد ولا بنقول لله. اضرب البومبا تاخدي دبدوب. ارجوك يا فندم، ارجوك ما تفكرنيش باللازم. اضرب البومبا. وانت ايه يا فندم؟ ما وحشتكش؟ هي مين القرده؟ الليل 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 يا ميمون. بتعيط ليه؟ الله يرحمها ميمونة. ما تقلبش عليا المواجع يا باشا، الشغل مش عيب. الكدب هو اللي عيب. عشان تعرفه انا حاطط عينيا عليهم. علينا احنا بس؟ لا ده مجازا، يعني قصده براقبكم. براقبكم حضرتك يا حسام، الغردقه كلها بتراقبنا، احنا دحتفين جدا يا فندم. لا اسمع. حاضر يا فندم. لو عملتوا اي حركه كده ولا كده هجيبكم. لو مشيتوا شمال هجيبكم. حاضر يا فندم. اتفضل. حاضر. يلا يا ادهم. يا غبي، مش الباشا قال لك مفيش ماشي شمال؟ امشي كده. اه معلش نسيت. امشي يا غبي. اسف غبي. نسيت. امشي. بعتذر يا فندم، الواد ده غبي جدا. اتفضل. عايزني انا البس بدله غوص؟ انا لا سني ولا لياقتي يسمحوا لي ان انا انزل تحت الميه، انا بستحمى بالعافيه. ما كل الناس هتعمل كده يا عم الشيخ، يعني هتبقى انت الفلوطه الوحيده في الموضوع ده ولا ايه؟ ازاي يعني؟ وبدل العريس ما يقول للعروسه زوجيني نفسك، يقولها بقللي لي نفسك. ده كلام برضه. هنعمل ايه؟ ما هو ده ستايل الفرح. ستايل ايه يا راجل؟ حرام عليك، انا هكتب الكتاب وامشي. الستايل قال. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في ايه؟ ماله ده؟ مش عايز يغوص. بصراحه بقى كل الناس متضايقه من الفرح المبلول بتاعك ده. مش مهم، المهم ان فارس موافق. هو ده اللي مجنني، انت ازاي قدرتي توقعيه في الكام ساعه دول؟ اه منك انت يا ميرا، اه منك. عيب عليك، تلمستك. بعدين انت مش اديتني كل مفاتيحه. اهم حاجه اتفقتي معاك كاش. اوعى تقلق، كل حاجه اندر كنترول. بعدين هو في عروسه غيري اصلا؟ اهم حاجه العموله بتاعتي. ما تقلقش، هتاخد اكتر من اللي اتفقنا عليه كمان. ممكن بقى تسيبني عشان اروح اعمل بروف على الزفه؟ ببدله الغوص برضو؟ لا مش بدله غوص المره دي، المره دي انقح. هطلعه في السما. سيبني بقى دلوقتي عشان اروح ايه اعمل معاه بروفه الزفه. هتنبسط انبساط والله. حبيبي يا فارس، وانت متشعلق كده في الجو، عريس عريس لك الرياضي. يا راجل امسك نفسك. انا دايخ بجد. كل ده من بروفه واحده بالباراشوت. بروفه واحده؟ هو في بروفه تانيه؟ لا لا للاسف مفيش وقت، هندخل الدايركت على الفرق. ايه ده؟ يعني انا هعمل كده تاني كمان ساعه واحده؟ اطمن، المره التانيه دايما بتكون اسهل من الاولانيه. لا 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 لا، تانيه ولا تالته، انا مش هعمل كده. انا تعبت. ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ انت حاسه باللي انا حاسه؟ لا الارض بتتهز. لا في زلزال ولا مش حاجه؟ ايه ده؟ ايه ده اللي جاي علينا؟ الحقوني الحقوني يا كوتش، هموت. ايه ده؟ استاذ فارس انا شفتك فين قبل كده؟ انت مش عارفني؟ انا ده دكتور امجد. يخرب عقلك، اول مره اشوفك بالتريننج تصدق ما عرفتكش. شو ده لسه كمان لما يخس مش هتعرفه خالص. حرام عليك يا كوتش يا عبود. الحق عليا يعني، حسيت تبقى دكتور فت. انا مش دكتور فت، انا دكتور فته. فته في نفسي وعاجبني كده. عايزه تعملي مني ايه يا كوتش يعني؟ هتعملي مني راقص تنوره؟ والله العظيم تليق عليك احسن من الدكتوره اللي انت ما تفهمش فيها حاجه دي. بس بصراحه عنده حق برضه، انا اللي هتجوز مش هو. ينفع يعني دكتور الاوتيل يبقى مرهرط بالمنظر ده؟ شكلنا احنا ايه قدام السياح؟ بص انت تلف حوالين الاوتيل 15 مره، وانت تلعب ضغط 100 مره بس، اوكي؟ 100 مره. 100؟ ده انا محتاج اريح بتاع 3 4 ساعات. هتعمل ضغط 100 مره لان مفيش جواز. يلا يا اسود. يا كوتش يا كوتش، دي مسعوره. بس انت صعبان عليا قوي يا مستر فارس. البنت دي قالت لك كلام مش حلو، قالت ان انت مرهرط. لا يا عم، دي بتقولك انت. لا لا يمكن تغلط في فرصه زي دي، قصدها عليك انت طبعا. يا عم بتقول عليك انت، انا مالي بصراحه. انت لازم تهتم بنفسك شويه. يا عم اهتم ايه؟ ده انا كنت شايفك من فوق، الحاجه الوحيده اللي ما صغرتش من فوق لتحت هي انت، حاجه خضر قاعده تلف تلف تلف. يا عم بص علينا. اهو يا كوتشا. 1 2 3 4 1 2 هوبا يلا ننط في كده. ايد اليمين الايد الشمال، رجل اليمين رجل الشمال. حلو الحمد لله. كويس اللي احنا عاملين حسابنا على كل حاجه، جايبين اكل عشان لو جوعنا في الميه. السباحه بتجوع برضه. ايه اللي انت هتعمله؟ ايه ده؟ ايه في ايه؟ في ايه؟ اليوجا اللي انا علمتها لك؟ يوجا ايه؟ لا انا مش هلعب اليوجا دي تاني خلاص، حرام عليكي، لا اكل ولا شرب ولا كلام، ده كده كتير.
انت عارف اليوجا دي هتعمل معاك ايه؟ هتنزل كرشك اللي قدامك 3 متر ده. لا كله لا كرشي، اللي ما عندوش كرش ما يسواش قرش. طب كده اوكي، لما اتجوز فارس مش هخليه يدفع ضرايب. انت فاكره تحت القبه شيخ ده كحياء معهوش فلوس. خلاص اوكي انا موافقه، بس انا بس محتاجه اعرف حاجه صغيره قوي. ايه اللي انت بتعمله ده؟ هو ده رياضه بالنسبه لك؟ دي اسمها سباحه على اللابس. اعمل ايه؟ الميه ساقعه ومش هقدر اقلع هدومي وانزل اعوم. لا ده كتير عليا قوي بجد. انا ما شفتش في حياتي اللي انا شفته هنا في الاوتيل. دي رياضه بجد؟ دي رياضه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. استني يا فندم. كتير كتير. لا استني. كتير كتير. طب ادور واطلع وراك. استني. هيكون راح فين بس؟ هيكون راح فين؟ جري ودي. ايه ده؟ باشا انا بشبه على اللابتوب ده. اللابتوب ده بتاعك؟ لا بتاعك انت. بتاعنا؟ اه. يا حرامي. يعني انت دخلت مكتبي وخدت اللاب من ورايا وقعدت تشرب عصير. بتشرب عصير؟ انا هفهمك. فهمني ايه؟ وطي صوتك. وطي صوتي ليه؟ اقعد بقى. ده انت حرامي. اقعد هفهمك. يا حرامي. مش حرامي لا. انا هفهمك والله بس وطي صوتك. دي سرقه بيضة. انا اعرف ان في كذبه بيضة انما سرقه بيضة دي جديده. ما انا هفهمك. انت فاكرني ابن ناس؟ لا. ده انا مقطع بطاقتي. انا ماشي بكارنيه النادي. فهمني يا سيدي. فهمني. صدقني المصلحه واحده. مصلحه واحده ازاي؟ هات الباسورد. كمان انت بجح يا ابني؟ ليه؟ يعني واخد اللابتوب وعايز الباسورد؟ وطي صوتك. افضحك يا سيدي؟ ما تفضحنيش. بقول لك المصلحه واحده. انت لو هديت عليا هفهمك والله. فهمني. هقول لك انا عايز الباسورد ليه؟ ليه؟ عشان افتح اللاب توب ده. ليه؟ ليه؟ عشان اجيب بيانات ميرا. ليه؟ ليه؟ عشان اجوزها فارس. ليه؟ ليه؟ عشان انت تتجوز فريده. اه عرفت بقى؟ فريده. هات الباسورد. فريده. ماشي خلاص هات الباسورد الاول. فريده. ايوه ما هو لازم حاجه قبل حاجه. هات الباسورد يا حبيبي. الباسورد فريده. الباسورد فريده. ايوه ولا طب لقلبك انا فكرت فيه بس قلت ده بعيد. لا لا قريب ورا الاول. ولا اكتب اكتب فريده. حاضر يا سيدي. هات ورقه وقلم. ورقه وقلم ايه؟ انت هتكتب على الكيبورد. اه صحيح. اكتب فريده. ايوه صح. فتح؟ لا ما فتحش. طب جرب تاني. فريده. فتح؟ لا لسه. انت بتكتبها ازاي؟ بالعربي. يعني واحد واقف في الريسبشن زيي وبيتكلم لغات هيكتبها بالعربي؟ اكيد كتبها بالانجليزي. اه ولا بالانجليزي بقى وعلام وكده. ماشي يا سيدي. بسم الله. ام ام ايه؟ ام ام ايه وليله ايه؟ فريده بالاف. لا 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 انا عامل تمويه عشان كله عارف ان انا بحب فريده فاكيد هكتب فريده فانا كاتب ام فريده. أولا على أساس مدام فريدة. قريلي. طب اعتبار المستقبل يعني. قريلي. حاضر يا زيدي. اكتب اكتب ام فريدة. ام فريدة. فتح. ايه؟ ايه ده؟ ايه؟ اللابتوب بيقول لي ان هي ماشية النهاردة. لا 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 قول له ان مستر غلاب قال لي ان هو اقترحها تقعد يومين عشان تقابل مستر فارس. براوة. حلو. قلت صوتك قلت صوتك. ليه ليه؟ لا فريدة تسمعنا. تخاف منها كده ليه؟ يعني بعمل بروفة على بعد الجواز. غريبة. أنا عمري ما خفت من مراتي. بجد؟ أنت متجوز بقالك قد إيه؟ عشان عمري ما اتجوزت. عمرك ما اتجوزتني؟ يا ولا يا ولا بلعك عليا يا ولا. بس لا ما تعملش الحركة دي. يا ولا. إيه ده؟ إيه؟ كل ما أدوس على أي زرار ألاقي الشاشة سودة برضو. لا وريني. مفيش أي أوبشن بيتفتح. وريني وريني. ده فاصل الشحن. مصعب انا سمعت انك عايزه تاجلي الجوازه. طبعا لحد ما يصلح جسمه. هو مين اللي يصلح جسمه؟ المأذون. غير انا بصراحه عمري ما شفت ده في حياتي. رفيع قوي وكرش قدامه مترين، حاجه ما فيش تناسق اطلاقا. واحنا مالنا؟ احنا مالنا والمأذون؟ هو اللي هيتجوز ولا انا؟ بس هو اللي هيجوزنا. ما هو مش معقول ابدا ابقى دكتوره في تربيه رياضيه والمأذون بتاعي يعني مش في التعب في حقي. خلاص يا ستي ماشي، هجيب لك مأذون غيره يكون عامل دايت، يكون كده جسمه حلو بس فت. حاضر يبقى فت. وانت كمان يا حبيبي لازم تكون فت. انا مالي؟ انا كويس، انا لا تخين ولا رفيع بس مش كويس قوي. طول عمري كده نفسي يكون فتى احلامي كده يكون عامل بادي بيلدينج. واحنا نخلص من العوم نخش في البادي بيلدينج؟ يعني انت فرحان بنفسك مثلا؟ انا بجد مش قادره اصدق نفسي. فين السكس باجز؟ لا 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 عيب عيب عيب. ايه الكلام ده؟ بلاش. فين التراي؟ اهي. فين الباي؟ اهي. فين الترابيس؟ لا بصي بقول لك ايه، انا محدش يتكلم على ترابيزي، كله ولا ترابيز، انا ما بنزلش بالترابيز بتاعتي عشان ما تحسبش. هي فين ترابيزه كتيره شفتها اصلا؟ قلت صوتك قلت صوتك.
الناس. عارف انت لو مش مبسوط من نفسك ومن شكل جسمك كنت ظهرته كده قدام الناس، بس شكلك يعني. بقول لك ايه؟ مش عايز اتجوز. احسن. طيب ما زقيش. ايه؟ ايه يا حبيبي اللي حصل؟ انا مش عايز اتجوز. هو انا جاي اتجوز ولا العب تمارين؟ يا غلاب ده. فارس اسمع يا فارس اسمع بس. يا عم روح يا عم. حبيبتي يا ميرة. اهلا اهلا. عملت ايه تاني مع فارس؟ سيبك منه هيرجع تاني. خلينا فيك انت. انا؟ انا مالي؟ خد يا عزيز. ايه ده؟ جبت لك تريننج عشان تحضر بيه بكره التدريب. مش انا يا حبيبتي، انت فهماني غلط، انا ماليش في التمارين ولا الكلام الفاضي ده خالص. هو انا يعني ينفع اتجوز واحد المحامي بتاعه مش فت ده لمزتي يقولوا عليا ايه في الكليه؟ قسما بالله قسما بالله ما هجيلك الكليه صدقيني. ولو مش الصور دي هتنزل على السوشيال ميديا؟ ايوه. ترضيك شكلي يبقى وحش؟ لا 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 لا, لا. بس عايز اقول لك حاجه يا ميره، يعني شغل خمسه لصحتك ده ما ياكلش معايا. وادي التريننج بتاعك اهو. ها فارس البسه. فارس جايلك. البسه البسه. بس تعرف ان التريننج بتاع ميرا هياكل منك حته؟ لا والله العظيم انا عارف. على فكره انا اللي صممت البس ترينج ده، قلت لها هاتي ترينج. قالت لا 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 بلا. قلت لها انا زيي زيهم هتمرن معاهم يا ميرا، انا هتمرن معاهم. ايوه ايوه قعد وحكى لي على كل حاجه وقال لي انك ما كنتش عايز تلبس التريننج ده خالص. يا فتان يا ابن الفتانين لما اشوفه. ايه ده؟ هو احنا عندنا فرح في الاوتيل ولا ايه؟ تعال تعال.